لكن كلمتك تبان لما تلمس وتحرر. ربي أنفاسك وصوتك مليان صفحات كتابك، والسطور تشهد وتحكي عن قصدك لولادك. كل كلمة من كتابك تستاهل قدامها نقعد، ما كفاية الوقت اللي ضاع في حاجات فاكرينها بتسعد. ادينا نفحص كلامك ياللي انت لينا ومالينا، ويغلى كلامك علينا في غربتنا ولايالينا. عشاء الرب لأول مرة نراه في إنجيل متى أصحاح 26. من الذي صنعه ولماذا يصنعه؟ كلها من الأمور التي نتناقش فيها اليوم في حلقتنا الحوارية في برنامج فحصين الكتب، اللي بنرحب بيك ضيفا علينا في حلقتنا هذه. وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له: أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ فقال: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع وأعد الفصح. في الأعداد اللي اتقرت علينا بدءا من عدد 17 من متى 26، بيقول فيها الكتاب: وفي أول أيام الفطير. أول أيام الفطير ده اللي بيوافق يوم 14 في الشهر الأول، اللي كان فيه كل جماعة إسرائيل بتذبح خروف الفصح. احنا بنعرف انهم بيشتروا خروف الفصح في اليوم العاشر، وده كان اليوم الموافق يوم الأحد لدخول المسيح إلى أورشليم. في اليوم 14 يذبح خروف الفصح بين العشاءين، تقريبا بين الساعة 3 والساعة 6 مساء. وكان يؤكل خروف الفصح يوم الجمعة، اللي هو اليوم اللي فيه المسيح لكل المجد صلب، وكان ده آخر فصح يأكل المسيح مع تلاميذه. عشان كده قلنا الكتاب: وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له: أين تريد أن نعد لك لنأكل الفصح؟ في الأعداد اللي جاية بتبين قد إيه سيدنا الكريم لكل المجد كلي العلم من دقة التفاصيل اللي قالها للتلاميذ. لما نروح للقى 22 بدءا من عدد 9، هلاقي يضح أكتر قد إيه الرب كلي العلم. قال للتلميذين يوحنا وبطرس: تجدان رجل يحمل جرة ماء، وده على غير الطبيعي. يعني احنا متعودين أن النساء هي اللي بتحمل جرة ماء وتستقي، لكن أن يحمل رجل جرة ماء ده غير الطبيعي. قال لهم: هتقولوا له إيه وقول لكم إيه؟ يريكما علية كبيرة مفروشة هناك أعد. من هذه التفاصيل الدقيقة نعرف أن الرب كلي العلم بأدق التفاصيل. كمان التعبير اللي بيقوله في لقى 22: أين المنزل؟ ودي بتاخدنا على طول لأول الإنجيل: لم يكن له ما موضع في المنزل. المتواضعة مريم والرب له كل المجد، مبدع الكون، ملوش مكان، وعشان كده اتولد في مكان للبهائم. لكن المسيح بيقول أين المنزل؟ وكلمة المنزل ببساطة المضيافة، حجرة الضيوف. أين المنزل؟ وكأن ربنا عايز يقول لما تجتمعوا، طبعا احنا النهاردة مش بناكل الفصح، لكن بنذكر عشاء، بنصنع عشاء الرب، بنذكر شخص الرب يسوع اللي مات لأجلنا، علينا أن نحس أن احنا ضيوف، أن احنا غربة. يقول الرسول بولس: كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي. يعني كأن عينينا أن الرب يمكن يكون دي آخر مرة نصنع عشاء الفصح على الأرض، لغاية لما الرب يجي إحنا مستنيين مجيئه. عشان كده جميل أن يقول لنا أين المنزل، وأيضا يريكما علية كبيرة. حلوة علية، مكان عالي مرتفع عن الأرض. لما نجتمع حوالين المسيح مفروض نبقى بأفكار سماوية مش أفكار أرضية. علية كبيرة، صحيح التلاميذ ما كانوش كتار، لكن كأن ربنا بيبص قدام إلى لما تكاثر التلاميذ، علية كبيرة مفروشة، يعني فيها الإنسان يجد كل ما يحتاج، مش من أمور العالم، فنحن لا نحتاج من العالم شيء، لكن من الأمور السماوية. وعلى ما يبدو التلاميذ بعد كده أخي يوسف استغلوا العلية دي،
يعني لما كان بيصلي أكثر من 120 صحيح. أعتقد في هذا المكان المتنزه. يلفت النظر في عدد 18 لما الرب بيقول فقال اذهبوا إلى المدينة إلى فلان. اسمه إيه الراجل ده؟ ما نعرفش اسمه. لكن في الحقيقة يا من مؤمنين أتقياء مجهولي الاسم لكن لهم قيمة كبيرة في كلمة الله. الشونامية امرأة عظيمة أضافت رجل الله أليشع اسمها إيه ما نعرفش. امرأة فنحاس المرأة التقية التي تأثرت بكثرة الشعب وأخذت تابوت الله وانقلب مخاضها عليها برضو ما نعرفش اسمها إيه. هناك الكثير من الأتقياء مجهولي الاسم لكن لهم كل التقدير والاعتبار في عيني الرب. بيقول روحوا لفلان ده وقولوا له المعلم يقول. وهنا يعني بنشوف ازاي الراجل ده استجاب لطلب الرب او خليني اقول لامر الرب. ودي حاجة جميلة جدا لما نسمع كلام الرب. الرب بيقول المعلم يقول، وخصوصا في انجيل متى هنا كان التركيز على اقوال الرب. فيقول في أول الأصحاح لما أكمل يسوع هذه الأقوال وقال لهم تعلمون بعد يومين يكون الفصح إلى آخر الكلام، فهنا المعلم يقول. فهل يا ترى هل كلام الرب تأثير علينا وبنطيعه زي ما الرجل ده أطاع وعمل كده؟ وهنا بنشوف الرب بيحتاج لحاجات والناس يعني بيستخدم ناس في تسديد الحاجات دي. فزي مثلا في بداية الأسبوع لما احتاج لجحش وبعت برضو تلميذين وقال لهم روحوا للمكان الفلاني وقولوا الرب محتاج إليه. وهنا الرب محتاج للعلية علشان يعمل فيها الفصح. وهنا برضو بشوف هل عندنا ما نقدمه للرب؟ أكيد عندنا ما نقدمه للرب، لكن هل بنحطه تحت تصرفه ونقول له تفضل وانت استخدم الحاجة زي ما انت عايز؟ جميل السؤال اللي سألوه التلاميذ، أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ مرات كتيرة إحنا بنعتبر نفسنا إحنا أصحاب الأمر والنهي ونعمل كل حاجة وبعدين نقول للرب تفضل تعالى. في الحقيقة المفروض إن إحنا نسأل ربنا أنت عاوزنا نعمل الكلام ده فين؟ ما أقصدش مكان جغرافي لأن المكان الجغرافي ما يهمش، لكن شكل الاجتماع إزاي يا رب؟ هل عايز يبقى فيه رئيس بشري وإنت نفسك موجود في الاجتماع؟ هل هذا يصلح؟ علينا أن نسأل أين تريد؟ وهو قال تدخل المدينة هتشوفوا إنسان حامل جرة ماء. الإنسان مجهول الاسم صورة للروح القدس وحامل جرة ماء صورة لكلمة الله. الأرجح أن اللي منها غسل الرب أرجل تلاميذه جرة الماء دي. يبقى إذن علينا قيادة الروح القدس وقيادة كلمة الله نعرف ربنا عايز فين. مش كله ينفع أو أن أنا أعمل كل شيء وأقول للرب تعال تفضل، ده ما يصلحش. هنا الرب بيقول إن وقتي قريب. في مراحل قبل كده بيقول أن ساعته لم تكن قد جاءت بعد وقال لهم وقتي لم يحضر بعد، لكن المرة دي كان خلاص الوقت جه والرب عارف أنه رايح للصليب وقال لهم إن وقتي قريب. فهنا القصة كلها بتاعت الفصح وبعد كده عشاء الرب تمت بالنظر إلى الصليب، إلى الحدث المحوري الجوهري هو إن وقتي قريب. فدي حاجة مهمة جدا إنه اجتماعنا هو موضوعه صليب الرب يسوع وعمله الكفاري على الصليب. جميل كمان لما بالرجوع لكلام الأخ يوسف لما قال الكتاب عن التلاميذ في عدد 19 ففعل التلاميذ كما أمرهم. احنا ما عندناش استعداد نفاصل لكن اللي بتقوله أوامر ما فيهوش فصال. وده كان شعار بولس من بداية حياته مع الرب، التعبير الجميل ماذا تريد يا رب أن أفعل. المفروض المؤمن ما يكونش عنده أبدا في حياته كلمة كلا يا رب، لكن يطيع أوامر الرب بدون تحفظ. في إنجيل لوقا بيقول فانطلق، يعني مجرد ما أخذوا الأمر جريوا على طول بسرعة علشان ينفذوا كلام الرب. وده حاجة مهمة نتعلمها. الآيات دي بتبتدي بعيد الفصح، وفي الحقيقة عيد الفصح من أهم الأعياد في السنة اليهودية. أولا هو زي ما بنقرأ في خروج 12 هذا اليوم هو لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. هنبتدي بداية جديدة بعيد الفصح. لما نروح إلى لاويين 23 ونشوف الأعياد أو المواسم بتاعت الرب، أول هذه المواسم كلها هو عيد الفصح.
وفي الأناجيل الأربع هنلاقي إن عيد الفصح ولا سيما في إنجيل يوحنا بيشغل مكان بارز وواضح، وكأن المسيح في مجيئه الأول جاي باعتباره الفصح، وفي مجيئه الثاني عن قريب هيجي باعتباره عيد المظال وهتبقى فيه راحة لكل الخليقة. لكن هنا جاي باعتباره الفصح، كان يزور مدينة أورشليم بحسب ما قال يوسيفوس المؤرخ اليهودي مش أقل من ربع مليون، يعني 250 ألف يهودي جايين من أنحاء العالم، ودول اللي عملوا حسابهم رؤساء الكهنة الأشرار قالوا لا مفيش داعي أن احنا نصلبه في يوم العيد لألا يكون شغب غير مضمون العواقب. لكن الرب قصد أن يجي من كل بلاد الأرض، من كل بلاد الدنيا ربع مليون يشوف ويشاهد هذا الأمر اللي بولس بعد كده قال هذا العمل لم يعمل في زاوية، ده كان في على رؤوس الإشهاد، يعني الكل شايف والكل مشاهد. نعم، علشان خاطر يوصل الخبر أن الفصح مش مجرد خروف يتذبح، لكن الفصح الحقيقي هو اللي قال عنه يوحنا المعمدان، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، واللي أكد بولس وقال المسيح فصحنا ذبح لأجلنا، اللي شاور عليه بطرس وقال حمل معروف سابقا قبل تأسيس العالم، واللي يوحنا 28 مرة في سفر الرؤيا بيؤكد أنه هو الحمل المذبوح. دي كلمة هطيعك ما أسهل أقولها، لكن لما باجي المحاكي الحياة بلاقي إرادتي بخالف كلامك، وبشعر كأني بصارع معاه. ساعدني أطيعك برغم المتاعب وأسيب النتائج عليك ما ولما كان المساء اتكأ مع الاثني عشر، وفيما هم يأكلون قال: الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني. فحزنوا جدا، وابتدأ كل واحد منهم يقول له: هل أنا هو يا رب؟ فأجاب وقال: الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني، إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه. ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فأجاب يهوذا مسلمه وقال: هل أنا هو يا سيدي؟ قال له: أنت قلت. ولما كان المساء، وده مساء يوم الخميس، يعني بداية يوم الجمعة في المفهوم اليهودي، فاليوم اليهودي كان بيبتدي من غروب الشمس إلى غروب شمس اليوم التالي، فده بداية يوم الجمعة، وعلشان كده ينفع نبتدي ناكل الفصح أو يبتدوا ياكلوا الفصح في المساء. لكن الحقيقة أنه اللي حصل في الموقف ده حاجة محزنة جدا، زي ما كانت محزنة للتلاميذ هي برضو محزنة لينا دلوقتي. بيقول فحزنوا جدا، ليه؟ لأن الرب أنبأهم بخبر مؤلم، قال لهم إن واحدا منكم يسلمني. فحاجة خطيرة جدا، واحد من أقرب المقربين إلى الرب، واحد من الدائرة القريبة، واحد من أصدقائه، واحد اللي اتقال عنه في النبوة رجل سلامتي الذي وثقت به. صحيح لما يعني اقتبست النبوة دي في العهد الجديد ما قالش الذي وثقت به، لأن الرب عارف من البداية الذي يسلمه وعارف ما كان في الإنسان. لكن الرب لحد آخر لحظة
عايز يثبت ليهوذا انا بحبك وانت صديقي وانا انت غالي عليا، وعمل معاه التقليد اللي بيعمله صاحب البيت مع اقرب المقربين واهم الناس المدعوين على العشاء، انه يديله هو بنفسه اللقمه وكانه عايز يقول له انت غالي عليا وانا بحبك لحد اخر لحظه. والرب يسوع قال في الصلاه المشهوره بتاعته في يوحنا 17: الذين اعطيتني لم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك. هو السبب، مش ان انا ما عرفتش احفظهم، الذين اعطيتني حفظتهم، لكن هو هلك لانه هو ابن الهلاك، لانه هو اللي اصر على موقفه مش لفشل عندي او العجز في حمايتي وحفظي. ودي كانت حاجه مؤلمه جدا للتلاميذ، واعتقد انها مؤلمه لاي شخص بيحب الرب ان يشوف واحد من المقربين ليه بيخونه وبيسلمه. رغم ان الرب مكن المحبه ليهوذا بشتى الطرق، يعني غسل رجلين يهوذا، وزي ما انت اشرت اداله اللقمه التي تعطى للضيف المميز، وبعدين حتى ما لما جه يسال ويقول او يقول ان في واحد منكم يسلمني لم يشر على يهوذا، لكن قالها بطريقه رقيقه. وبعد كده كمان التوبيخ الرقيق في البستان: يا صاحب لماذا جئت؟ مكن له المحبه بكل الطرق، لكن الخيانه متغلغله في قلب يهوذا. الفرص اللي خدها يهوذا للتوبه تؤكد ان هو كان على يعني الجريمه بتاعته مع سبق الاصرار والترصد، لانه ان هو ابسط حاجه انت هتسلم الرب، والرب نفسه بيقول لك واحد هيسلمني. طب فوق ده صاحب السلطان، ده اللي كشف قلبك، تعال بقلبك المكشوف ده قدامه وقول له طب انا تبت، طب انا راجع من القصه دي. لا مش اكتر من كده، يعني وصل لحد ما بيقول له الا انا يا سيد. كم من الخداع بيخادع نفسه، بيحاول يخادع الرب. انت مكشوف قدامه، خدت اللقمه وبقى اصبحت العلامه واضحه ان هو ده. انت تاني مره بيقول لك حاجه زي كده. للاسف لما يقعد الانسان يكابر مع الله حتى يوصل لدرجه ان هو قد يستطيع ان يخدع الله، وهذا مستحيل. والمصيبه انه بيصدق نفسه بعد شويه. يعني تلاحظ حضرتك ان الرب عارف يهوذا من البدايه، ولما نروح ليوحنا 6: لان يسوع من البدء علم من هم الذين يؤمنون ومن هو الذي يسلمه، لان يهوذا مزمع ان يسلمه، مش كده؟ لكن انا ما بقولش مزمع ولا سيسلمني، لكن ان واحدا منكم يسلمني، لانه كان راح اوريدي واتفق مع رؤساء الكهنه ووزنوا له 30 من الفضه، الموضوع كله منتهي. هنا لما أخذ اللقمة خرج لكي ينفذ اتفاق الخيانة، يعني اتفاق الخيانة كان الكونتراكت اتمضى، يعني هو خلاص وقع على العقد هسلمكم وهتدوني. طبعا خايب لأنه باع الودود بالنقود، وده يعني ده حاجة تتعمل يا أيها الخائن. لكن لماذا سمح الله بأن يكون وسط الرسل واحد زي يهوذا؟ لأنه على مدى تاريخ المسيحية يا ما شفنا يهوذا وإحنا عرضة إن إيماننا يتزعزع لما نلاقي واحد كان ليدر وبعدين ارتد عن الإيمان. لكن كان ربنا بيقول لنا لا، لو حصل هذا في أيامكم لا تنزعجوا، فممكن أن يحدث. وأيام المسيح نفسه حدثت هذه الخيانة. خير لذلك الرجل لو لم يولد. طبعا يريد كان ألف مرة أفضل أنه لم يولد إلا أن يعيش بهذه الكيفية هذا الخائن الذي أنكر المسيح. وأعتقد هذا ينطبق على كل خاطب بعيد عن الرب. إيه قيمة أن يعيش الإنسان ويتقدم في حياته العلمية أو يكون عنده من الثراء والقيمة والمجد العالمي ما يكونش العلاقة حقيقية بالمسيح؟ أن الحياة التي تعاش هي الحياة التي تعاش للمسيح. من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب، لكن الحياة بدون المسيح هي الموت بعينه، يمضي بعد ذلك الإنسان إلى العذاب الأبدي. وكلام حضرتك أخ عادل صحيح تماما، أنه أي إنسان خاطئ كان خير له لو لم يولد، لكن بصفة خاصة الذين عرفوا، بصفة خاصة. يعني لما يجي يتكلم في رسالة يهوذا عن المرتدين بيقول عنهم أشجار خريفية بلا ثمر ميتة مضاعفا، يعني كل البشر ميتين بس ده ميت مضاعف. وعشان كده يقول أي عقاب أشر من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنس. يعني إنك ما تعرفش مصيبة، أن تعرف ثم تحتقر المعرفة وتدوس الذي عرفته، ده بقى رهيبة رهيبة جدا. بطرس قال كان خيرا لهم مش كده؟ إنهم
بعدما عرفوا طريق، كان أحسن ما يعرفوش من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المسلمة له. عايز أقول كمان أنه الرب هنا بيقول إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، وهنا نشوف جانب النبوة اللي اتقالت في العهد القديم عن خيانة يهوذا، لكن كمان نشوف جانب مسؤولية الإنسان. ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. لأنه أوقات بعض الناس ممكن تفتكر أنه لأنه دي مشورة الله اللي سبق فأنبأ بيها، وده يعني شيء محتوم، فده يعني كأن الإنسان مش عليه مسؤولية. لا أبدا، دي موجودة ودي موجودة. صحيح الله أنبأ بكده، لكن من الناحية الثانية هو مسؤول تماما عن أفعاله، كان خيرا له لو لم يولد. التلاميذ ارتبكوا وابتدى كل واحد يسأله أنا؟ طب ما كل واحد عارف اللي جواه، يعني واضح من القصة أنه يهوذا الوحيد اللي عارف أنه هو كده. بطرس أكيد ما عندوش الميل دوت، ممكن يتخدع في نفسه أنه هو يقدر يصمد وما يصمدش، لكن ما فيش جواه الرغبة للتسليم. بس عملوا حاجة جميلة جدا، قالها بولس كمبدأ بعد كده. هو بولس قال في يوم من الأيام أنا أقل شيء عندي أن يحكم فيا منكم أو أن يوم بشر. مش بس كده، أني لست أشعر بشيء في ذاتي، يعني مش شايف حاجة غلط فيا، بس لست بذلك مبررا. اللي يحكم فيا هو الرب، هو الوحيد اللي حكمه ينفع واللي يطمني. انت شايف ايه يا رب؟ انا طب انا الان حتى من نفسي من حق ان انا اقلق من نفسي، ان انا بفكر غلط وبحكم على الامور غلط، بس لما اروح له هو ده المكان الصح. وتلاحظ حضرتك كلام التلاميذ كلهم قالوا هل انا هو يا رب لورد، بينما يهوذا الخائن عدد 25 فقال يهوذا هل انا هو يا سيدي رباي، يا معلم يعني يا اسطى، لكن مش يا رب، لأنه لا يقدر أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. فالتلاميذ قالوا يا رب، وكانوا فعلا بيحترموا الرب باعتباره الرب. ثم بعد ذلك قال ربي وإلهي، لكن يهوذا ولا مرة، مش بس هنا، ولا مرة في تاريخه قال للرب يسوع يا رب. بس هيقولها وكل الناس هتقولها، لأن ده اللي واضح في فيليب 2، يعترف كل لسان أن يسوع هو رب. الحقيقة أنه المشهد ده هنا مؤلم جدا، لأنه بيقول حزنه، وكان في ارتباك شديد ما بين التلاميذ، وكان حاجة يعني الخبر اللي الرب قاله لهم أنه واحد منكم يسلمني خبر مزعج جدا. والحقيقة أنه من باقي الأناجيل نعرف أنه قال لهم كمان حاجة تانية مزعجة، أنه بطرس هينكره، وكأنه الخبرين دول وقعوا يعني كالصاعقة زي ما بيقولوا على التلاميذ. لكن أول كلمة الرب قالها بعد الحاجتين الوحشين دول وبعد ما يهوذا خرج، يوحنا 14 قال لهم لا تضطرب قلوبكم. يعني ما أروع الكلام اللي الرب قاله بعد الكلام المؤلم اللي هنا وبعد الحزن ده، ابتدى يطيب خاطرهم وابتدى يتكلم معاهم أحلى كلام اللي قاله في يوحنا من 14 ل 16، وبعد كده الصلاة المشهورة في يوحنا 17. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. إحنا سبق وذكرنا إن هذا الأصحاح العظيم مكون من 4 ثنائيات: اجتماع الخيانة واجتماع البركة، اجتماع الخيانة في دار رئيس الكهنة، اجتماع البركة في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، والحاجة التانية أو الثنائية التانية آخر عشاء فصح وأول عشاء رباني. طبعا آخر عشاء فصح أقصد بالنسبة للمسيح، وعشان كده قال لتلاميذه بحسب ما جاء في لوقا 22 شهوة
اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم. ليه هذا الفصح بالذات؟ لأنه ده آخر واحد، بعد كده ملوش لزوم. ليه؟ لأن كان يرمز إلى المسيح. طب المرموز إليه أتى المسيح، فصحنا ذبح لأجلنا، ما قيمة بعد ذلك فصح يتعمل؟ خلاص خلصت. الفصح كان يتحدث عن خروج الآباء من عبودية مصر، عن فداء الرب لآبائهم، عن الخلاص العظيم الذي عمله الرب معهم وهم عبيد أذلاء في أرض مصر. وعشان كده كان هذه الليلة للحفظ، في أجيالكم تعيدونه فريضة دهرية. اوعوا تنسوا انكم تفتكروا عمل ربنا ايه معاكم زمان وانتم عبيد أذلاء أطلقكم. بكل أسف الأبناء بعد 1500 سنة جالهم ربنا اللي أطلق أبائهم من أرض مصر، فأوثقوه وسلموه إلى الأمم. لحق موسى يقول لهم الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا وغير حكيم، تعملوا كده في ربنا؟ بكل أسف عملوا كده في ربنا. ده بالنسبة لآخر فصح الذي يذكرهم بالخلاص ويذكرهم بالعبودية اللي كانوا فيها، وعليهم كل سنة يحفظوا هذا العيد فريضة دهرية. الرب خلص ده لأنه هو الفصح الحقيقي، لكن وضع شيئا آخر بنذكر، مش الخلاص لكن بنذكر المخلص. اصنعوا هذا لذكري. قيمة عشاء الرب مش أن أنا بفتكر خلاصي من عبودية وكنت إيه وبقيت إيه، لكن ده أنا بفتكر شخص عزيز وغالي جدا على قلبي. عشان كده اصنعوا هذا لذكري، ولا ننتظر من سنة إلى سنة لكي نصنع ذكرى لموت الرب، لكن بحسب رسالة كورنثوس الأولى، كلما as often as you eat، كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس، وكلمة كلما تفيد التكرار القريب والشديد. ونفهم من أعمال 20:7 في أول الأسبوع، إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، ما قالش في أول ذلك الأسبوع اجتمع التلاميذ، لكن وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين. من دي نفهم أن دي عادتهم الطبيعية من أسبوع إلى أسبوع، ولذلك سمي هذا اليوم اليوم الرباني الذي نعمل فيه المائدة الربانية ونأكل فيه العشاء الرباني. التركيبة ديت تختلف في اليوناني، يوم الرب من اليوم الرباني، مائدة الرب من المائدة الربانية. في يوم الرب ده جه في العهد القديم اللي بيتكلم عن مجيء الرب بالمجد والقوة، لكن اليوم الرباني هو يوم الأحد أول الأسبوع، وإلى اليوم في اليونان يسمى اليوم الرباني. عشان كده في اليوم الرباني يجتمع التلاميذ المؤمنين، ما عندهمش ريس، اجتمع التلاميذ، كان التلاميذ مجتمعين. وعشان كده في كورنثوس الأولى لما رسم العشاء الرباني ما قالش أنا سلمت الأساقفة، لكن تسلمت من الرب ما سلمتكم، يعني سلم الكنيسة. دي مسؤولية الكنيسة، تجتمع الكنيسة لكي تصنع أهم اجتماعاتها اللي من بداية المسيحية كان اجتماع مميز يسمى الأفخارستيا اللي هي شكر، فكانوا يقدموا الشكر لأن المسيح هنا أخذ خبزا وشكر، ونحن بنشكر دايما، لكن أهم ما نشكر عليه أن المسيح جاء من السماء إلى الأرض وأنه مات فوق الصليب لأجلنا. ما كان ممكنا أن يؤسس المسيح العشاء الرباني إلا بعد أن يخرج يهوذا الخائن، فناس بتلخبط في الأمر ده وتعتقد أن اللقمة التي أعطاها المسيح ليهوذا هي لقمة من العشاء الرباني. أبدا، هي لقمة الفصح التي تعطى للضيف المميز. كان لابد أن يخرج هذا الخاطئ الخائن وبعد كده الرب يؤسس العشاء الرباني. وبناء عليه نفهم أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يشترك في مائدة الرب واحد خاطي، لازم يكون جميع المشتركين مؤمنين حقيقيين مولودين من الله، لأنهم ببساطة بيمثلوا جسد المسيح، والخاطئ بأي حال من الأحوال ليس عضوا في جسد المسيح. خروج يهوذا نقدر نربطه بالقصة لما نقراها في كل الأناجيل مع بعض، إنه لما اداله اللقمة للوقتي خرج بعدها على طول،
فبالتالي انا اقدر ااكد كلام بتاع حضرتك انه ما كانش موجود في المشهد بتاع عشاء الرب. اللقمه اللي خدها عشان نفهم ان دي لقمه الفصح، لان طب ليه ما تكونش لقمه العشاء الرباني؟ لما غمس اللقمه ادها له اللقمه المغموسه دي، مش لقمه العشاء الرباني. العشاء الرباني بعض الطوائف بتجيب القربانه وتحطه في الكاس، طبعا لا، لان انفصال الخبز عن النبيت، انفصال الجسد عن الدم، هو الذي يشير الى الموت. لو كانوا الاثنين مع بعض يبقى ما فيش موت. الفصح كان بيشير سابقا قبل عمل المسيح بيشير اليه كرمز، واحنا دلوقتي بنمارس عشاء الرب بعد موت المسيح، وكأنه موت المسيح على الصليب هو الحدث المحوري اللي بتشير ليه الرموز في العهد القديم واللي احنا بعد كده بنذكره. صحيح الفصح مش بيشير الى عشاء الرب، لكن هما الاثنين بيشيروا الى عمل المسيح على الصليب. طبعا أسيء فهم هذا هو جسدي وهذا هو دمي بشكل كبير على مر تاريخ الكنيسة، على اعتبار ان الخبز والنبيت هما الجسد وهما الدم. لكن واضح من كلام الرب هنا انه انا ببساطه التشبيه بسيط، لو جبت صوره وبقول لك ده ابني مثلا، هل ده ابني؟ لا، هو ابني لان دي صورته، لكن مش هو ده ابني تقدر تتكلم معاه وتتعامل معاه على اعتبار ان هو ابن. فالرب بيقول لهم دي الصوره الكده اهوت ودي الصوره الكده اهوت. الثلاثه السلال هي ثلاثه ايام. السل في الحلم بتاع رئيس الخبازين اتحول الى يوم، أو السبع بقرات سبع سنين، يعني البقرة تحولت سنة، دي لغة الكتاب. وعشان كده بعد ما قال هذا هو جسدي قال كلما أكلتم هذا الخبز، لو كان تحول ما يبقاش أكلوا الخبز، لكن كلما أكلتم هذا الجسد. لكن كتاب كلام الله في كورنثوس الأولى 11 واضح جدا، كلما أكلتم هذا الخبز. حتى في كورنثوس الأولى 10 أخي يوسف لما بيتكلم عن اجتماع عند لنكسر الخبز، نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد. صح. فنحن ككنيسة مجتمع أصبحنا خبزا حرفيا؟ أبدا، لكن الخبز يشير أو نشوف فيه وحدتنا كجسد المسيح، ونرى أيضا فيه جسد المسيح الذي بذل. والبعض قال أنه قبل أن نشكر ونكسر نحن نرى في الرغيف الواحد جسد المسيح اللي هو الجسد السري اللي هم الكنيسة، نحن الكثيرين جسد واحد. بعد الشكر والكسر نحن نرى في هذا الجسد الجسد الحرفي الذي قدم على الصليب لأجلنا. ملفت للنظر كمان أخ يوسف أن العشاء الرباني جاء ذكره في الأناجيل الإيزائية، متى مرقس لوقا، لكن لم يرد في إنجيل يوحنا. لكن الناس بتلخبط لما بتقرأ يوحنا 6 لما قال المسيح أن من يأكل جسده ويشرب دمي، على اعتبار أن هذا الكلام عن العشاء الرباني، لكن هذا فكر مش مزبوط، لأن يوحنا 6 يختلف كل الاختلاف عن العشاء الرباني في الزمان والمكان. يوحنا 6 كان في الجليل، لكن الكلام هنا في اليهودية. يوحنا 6 كان يمكن بعد سنة من خروج المسيح للخدمة، لكن العشاء الرباني في نهاية خدمة المسيح. صحيح. ولا يمكن أن المسيح يقول لهم حاجة هم مش عارفينها، يعني طب هو عارف انه يعمل العشاء الرباني بعدين، هم يفهموا منين ان الخبز دوت العشاء الرباني حاجه لسه ما لهاش اي ذكر بالنسبه لهم خالص. في يوحنا 6 قال لهم الجسد لا يفيد شيئا، الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه. عايز كمان الفت النظر قبل ما نسيب الجزء ده، واقول لكم اني من الان لا اشرب من نتاج الكرمتي هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. في الحقيقة الآية دي مهمة برضو. نتاج الكرمة كما نفهم من قضاة أصحاح 9 يفرح الله والناس. وفي الحقيقة الرب ليه فرح في الأرض، وكان ينتظر هذا الفرح من شعبه الأرض إسرائيل، وكانت هي الكرمة. بس بكل أسف انتظرت أن تصنع عنبا فصنعت عنبا رديئا بكل أسف. لكن هيجي يوم الرب متوعد يعني واعد بأنه هيجي هذا اليوم اللي فيه هذه الأمة هتجيب ثمر. هوشع 14:8 من قبلي يوجد ثمرك، فأنا هخليك تجيبي ثمر يفرح قلب الله ويفرح قلب الناس. كان مفروض في إسرائيل بعباداتها لله تفرح الله،
وبشهاداتها للعالم تفرح الإنسان، ما حصلش. لكن هيجي يوم، اليوم ده في ملكوت أبي، عندما يصل المسيح إلى ملكوت الآب ويبقى على الأرض ملكوت ابن الإنسان، في ذلك الزمان هذه الأمة هتجيب كرم وثمر يفرح قلب الله والناس. وده اللي بيقول أشربه معكم جديدا بصورة جديدة لم تحدث من قبل في ملكوت أبي. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. في هذا الأصح الجميل اللي فيه الرب أسس العشاء الرباني لتذكار موت المسيح، سبق وقال لنا عن قديسة مباركة مريم أن يخبر بكل ما فعلته تذكارا له، بمعنى هناك عمل له كل القيمة والأهمية، موت المسيح يليه مباشرة حياة المؤمن المكرس. ودي أشوفها في سفر العدد 6 عندما نقرأ عن النذير لما تنتهي أيام الانتظار، يقص شعره عند باب خيمة الاجتماع ويوضع شعر النذير على المذبح تحت ذبيحة السلام، وكأن الله يرى أولا ذبيحة السلام ثم يرى تحتها شعر النذير. القيمة الكبرى هي لعمل المسيح الكفاري، إليها مباشرة حياة المؤمن المكرس. في الآيات ديت واضح جدا أنه في شكر قبل كسر الخبز وشكر قبل إعطاء الكأس، وده بالضبط اللي بنعمله لحد النهاردة. في شكر مخصوص لأجل الخبز وفي شكر مخصوص لأجل الكأس، وده اللي الرب عمله، وده اللي قال عنه الرسول بولس في كورنثوس الأولى 11: كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب. مش بمعنى تخبرون يعني نقف نقعد نقول إنه المسيح مات، لا، لكن في هذا العمل إخبار أمام كل الخلائق العاقلة أن الرب مات، وده شيء رهيب جدا. الرب يموت، ومنين يجي الموت؟ الموت ده نتيجة الخطية، مش نتيجة أي حاجة عملها. لكن بيقول هنا: هذا هو دمي الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. مات لأنه ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. يختم الجزء ده بالعبارة: سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. ودي المرة الوحيدة في كل الأناجيل اللي نقرأ عن أن المسيح سبح، ولو كنا قرينا في كل المناسبات أنه سبح إلا المرة دي ما كناش نتعجب. لكن العجيبة أنه لم يذكر أنه سبح إلا وهو رايح إلى جبل الزيتون ومنها إلى الجلجسة والصليب. أما التسبيحة فكما يقول أن كان اليهود متعودين أنهم يقروا المزامير من 113 ل 118، وآخر مزمور كان يقرأ مزمور 118 الذي يختم بهذه العبارة: أوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المسبح. إذن الذبيحة اللي هو المسيح كان موثق بربط. وقد نسأل ما هي هذه الربط؟ أقول إن هذه الربط بداية مشيئة الله لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وأقول إن الربط ثانيا كلمة الله، فكيف تكمل الكتب؟ أنه هكذا ينبغي أن يكون. الكتاب قال إني حموت وأنا موثق بهذه الربط. وآخر رباط حب لله وحب لينا، المحبة قيدته، زي ما بنقول بالمحبة تقيد لا بمسمار الحديد. لكن واضح هنا تأثير الصلوات وتسليم نفسه. جاء الشيطان للمسيح مجربا باعتباره الحي، لكن هنا بنجد ابن الإنسان يسلم. لكن أنا بستأمنك أنت على اللي أنت عايزه وشوفك أنت الأحكم. قال هنري مارتن المرسل الإنجليزي للهند ولإيران، قال: الكتاب المقدس يشبه قصرا بناه كثيرون، لكن الذي وضع تصميمه شخص واحد. هل تشتهي أن تدخل إلى هذا القصر وتجوب فيه وتعرف ما فيه من كنوز؟ بمعنى هل تشتهي أن تدخل إلى كلمة الله المليئة بالجواهر والدرر والكنوز لكي تكتشف ما فيها من غنى لا يستقصى في هذا الكتاب العظيم؟ لذلك ندعوك إلى هذا البرنامج فاحصين الكتب، الذي فيه ندرس الكتاب المقدس دراسة موضوعية جزءا جزءا من كلمة الله.